بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأولادي الأعزاء، فيزيكال ثيرابي. إحنا هنقول النهاردة البراكتيكال بون ديزيز. الديزيز أوف ذا بون يختلف عن الديزيز أوف ذا جوينت، يختلف عن التيومر أوف ذا بون. هنتكلم النهاردة بطريقة مختصرة إزاي تعرف إشاعة جايالك، وإزاي تقدر تقرر الإشاعة دي، هل هي اوستيوارثرايتس، هل هي جاوتي ارثرايتس، هل هي تكون روماتويد. ازاي تعرف الاشعه اللي قدامك، وايه الكاركترستيك امبورتنس باثولوجيكال كرايتيريا اوف ذيس اكس راي. اذروايز في عندنا كمان البون ديزيز. ايه هو البون ديزيز اللي احنا عايزين نعرفهم، سواء اوستيومايلايتس او اوستيوبروزز او بوتس ديزيز. وهنتكلم سينوبسيس كده او سمرايزيشن على ايه اللي عايزين نعرف بعض الاورام العظم. فانا دلوقتي هشير السكرين بتاعي، هبتدي اتكلم، وبعدين في الاخر ان شاء الله خالص هبتدي اعمل ازاي اعمل تطبيق ان انا ادخل الامتحان بتاعي. طبعا احنا بنتكلم عن البراكتيكال. احنا جيلنا حوالي بالظبط كده 10 شرايح او 10 سلايدز. السلايدز دي بتبتدي ان انا بكتب سلايدز واكتب ايه الحاجه اللي انا عايزها. هنشوف الاول ايه الحاجات المهمه اللي عايزاكم تعرفوها عشان تعرف تكتب الشريحه كويس. بنتكلم على البراكتيكال اوبون. الاول هتكلم على الامبورتنس وان اللي هي الجوينت ديزيز. طيب الجوينت ديزيز عايزه منهم ثلاث انواع من الارثرايتس. في عندي اكيوت ارثرايتس وفي عندي كرونيك. من ضمن الكرونيك ارثرايتس الاوستيو ارثرايتس، روماتويد اند جاوتي، في طبعا تيوبركلاس ارثرايتس. دي خلينا في الحاجات الكومن. اول حاجه الجوينت نفسه بيكون كفرد باي ارتكولار كارتج، وفي بين الفيمر والني مثلا الفيمر والتيبيا. في عندي حد اسمها جوينت سبيس، وفي مخدتين هنا اسمهم المينيسكس، وده الارتيكولار كارتج. دي النورمال ابيرانس اوف ذا جوينت، ده ني جوينت. طب هنا ايه اللي حصل؟ في حصل اوستيوفايتس، وحصل في ايروجن كارتيليجنال لوس. البون حصل له فيه واتس كول الاوستيوفايتس دي، يقول عليها سبيور، يعني زي ايه از ماوس اوف سبيور اللي هي العصفوره، بق العصفوره. وبعدين هنلاقي الجوينت سبيس ابتدى يبقى نرمي. الكلام ده انا شرحاه كويس جدا ازاي حصل. انا مش عايزه منك الباثوجينيسيس، لكن عايزه اعرف الايفكت والكومبليكيشن بتاعت الاوستيوارثرايتس. دي جريدنج اوف اوستيوارثرايتس من جريد 1 تو جريد 4. جريد 1 بيبقى مايلد وبعدين مودريت وبعدين سيفير، وهنا ادفانسد. ادفانسد ما فيش سبيس خالص. انا مش عايزه منك برضو نفس الكلام هنا، الا جاست تبقى عارف ان النورمال بيبقى فيه سبيس، بيبقى فيه نورمال كونتور اوف ذا بون، ما فيش سكلروز زي هنا الابيض قوي ده، ما فيش لزقه العظمه على العظمه اللي احنا بنقول عليها نو جوينت سبيس وبيقول عليها اوستيوفايت. طيب لو انا جات لي صوره زي دي، انا مشاوره لك هنا على النورمال، انا مش هجيب لك الصوره متشاور فيها. دي الفيمر ودي التيبيا. كلمه سكلروزنج يعني حصل فيه فايبروز، سيفير فايبروزز بقى لونه ابيض. اوستيوفايتس اللي احنا قلنا العظم بيتبري وتعمل زي الابر، يقول عليها الشوك اللي بتبان في الاشعه. كويس كده. ايه كمان الاقي هنا في الابيض ده السكلروزنج ده هنا اللي عندي ده، جيب البوينتر الاحمر. المنظر ده في الهيد، في الايه، في الشولدر هنا، وفي هنا في شوكتين نازلين من العظمه. يبقى مش هشوف المنظر ده والسكروز ده اقول دي اوستيو، دي ادفانسد اوستيو ارثرايتس. خليك معايا لغايه الاخر، خليكي معايا بنتي للاخر. ده برضو هنا الني على الني مفيش سبيس، وهنا جايبه برضو المنظر هنا مفيش جوينت سبيس خالص، ودي بنقول عليها الايه، نقول عليها سيفير او ادفانسد اوستيو ارثرايتس. هنا بلاقي في اوستيو ارثرايتس بس في صابع الرجل الكبير. صابع الرجل الكبير، معلش ادي صابع الرجل الكبير ده، شايفين الجوينت هنا مفيش سبيس، شايفين السكلروزز الابيض ده، دوت اوستيو ارثرايتس. خلي بالك عشان في واحده زي دي بالظبط روماتويد ارثرايتس. انا عايزه اعمل كده عشان ما ينزلش مني. اوستيوفايتس اللي احنا شايفينها دي اللي احنا قلنا عليها ليبنج او سبيور،
يبقى انا لو جبت واحده من دول هقول لك في الاخر ازاي الامتحان بيك. يبقى اول درس عندي في جوينت ديزيز اوستيو ارثرايتس. اتنين عندي برضو تاجيل اهو، ادي المنظر ده مكبره لك قوي. عندي هنا مشاور على، معلش، مشاور على سهم ابيض، هنا سهم ابيض. ايه الليبنج ده؟ البون اتبرق، اتبرق. عمل ايه يا دكتور؟ عمل اوستيوفايتس. بوريك في جوينت سبيس، لكن في سبيور، ودي اوستيوفايتس، ودي ممكن تكون مودريت ديجري او مودريت جريد. عايزه اعمل كده عشان اجيب نيكست سلايد بدل ما ابوظ الدنيا. ادي سلايد ثانيه جريد اربعه بقى. في، انت شايف هنا سبيس؟ انا مش شايفه سبيس. وانا برضو هوري لكم الاشعه بتاعتنا عشان تتوقعوا وتتخيلوا ازاي الرجل ما بقاش فيها سبيس. طب نشوف النكست سلايدز بدل ما انا اجي ادوس يحصل لي فيه مشاكل. تاني درس مهم جدا في الارثرايتس اسمه روماتويد ارثرايتس. وات از روماتويد غير روماتيك؟ روماتيك ارثرايتس دي بتاعت الحمى الروماتيزميه. روماتويد ده بنقول عليه اوتو اميون ديزيز. نشوف ايه اللي بعده يا دكتوره سهير. هنقول ايه اللي بعده؟ اللي بعده اهو شكل الايد دي. اولا الاوستيو ارثرايتس مينلي 90% في الني جوينت. الروماتويد ارثرايتس مينلي 70 ل 75% في الهاند. نلاقي الهاند عامله زي التعبان كده، بيقول عليها اسوان نيك، او بيقول عليها زي القارب كده اسوان، وفيها ديفيشن النر ديفيشن. طب نشوف اللي بعده. اللي بعده شكل الايد ازاي؟ اللي بعده بصوا بقى منظر الايد وهي متنيه، وهنا شايفه حاجه كده، معلش اشوف حاجه كده. ايه ده؟ ايه اللي طالع؟ ايه النوديول دي؟ اسمها ايه؟ النوديول دي اسمها ايه؟ اسمها روماتويد نوديول. ودي اللي حاجه اللي عايزاكم تذاكروها من العظم اللي انا بعته لكم. بقول وات از اكسترا روماتويد مانيفستيشن. اوكس اكسترا روماتويد مانيفستيشن منهم بتنصب ايه؟ بنقول عليها، نقول عليها دي مهمه جدا، وفي بتحصل في الاطفال وبتحصل في الكبار، حاجه اسمها روماتويد نوديول. اللي بعد الروماتويد نوديول فين؟ في صبع الكاريبي. اذا ممكن يحصل فيه الهاند او الفيت. طيب شكرا. نشوف هنا بقى في الفيت، انتوا شفتوا هناك قصوا ارثرايتس، شفتوا السبيس ده مش موجوده. هنا شايفين نوديول ايه داخله لجوه، دي اسمها روماتويد ارثرايتس او روماتويد سبلكسيشن اند ديسلوكيشن اوف ايه ميتاكاربال جوينت، وده بيقول عليها اوتوبريسكوروز، ودي اسمها روماتويد نوديول او روماتويد ارثرايتس. ادي واحده كمان اهي بنشوفها تاني. طيب المنظر هنا انا بوريك قد ايه الفرق. هنا بيبقى الجوينت الروماتويد ارثرايتس، وده الروماتيك، ودوت ايه الاوستيو ارثرايتس. دي حاجه ادفانسد شويه للناس بتوع الميديسن، لكن برضو بوريك الجوينت في هنا ارتيكولار بنقول عليها البانس، وهنا بنقول عليها ان الجوينت ما فيش سبيس، ودي اللي فيها الليبنج، دي ما فيهاش ليبنج. ثالث ديزيز اسمه جاوتي ارثرايتس. انا بشرح بسرعه جدا وبشرح سمبليفايد جدا. جاوتي ارثرايتس بقى الدكتور عايز مننا في ايه؟ لازم اقول الليجن. احنا قلنا في الاوستيو ارثرايتس في سبيور او كارتليجنس ايروجن او اوستيوفايتس ومفيش سبيس. في الروماتويد في روماتويد نوديول وسوان نيك ابيرنس. طب هنا بقى هلاقي حاجه مقلبظه كده مدوره كده اسمها توفي. توفي دي اللي انا هجيب دي مثلا كده، دي معلش دي الروماتويد ارثرايتس، دي الجاوتي ارثرايتس، الاقي الصابع منفوخه بالمنظر ده. طب يا دكتور سوير، ما برضو انت ما اديتنيش وضوح، هجيب لك المنظر ده واجيب لك صابع تاني. مش سوري معلش، النت مضايقني شويه. او شايفين ده كوع واحد بني ادم اهو. شايفين المنظر الكرة اللي تحت دي؟ لو انا حبيت اكبر الكرة دي شوية واعمل لها زوم كده، اعمل الزوم ده، شايفين الكرة دي؟ شايفين الكرة دي الجامدة دي؟ الكرة اسمها توفس. ايه توفس دي؟ دي الكرايتيريا اوف جاوت، دي اليوريك اسيد كريستالز لما يحصل لها ديبوزيشن على المفصل وتعمل لي كريستالات او ندل. الامه رهيبة، الام هذا الديزيز رهيبة. لو جبتها في البتاع هقول لك دي ايه، هنشوف التطبيق بتاع اللي انا عايزاه في العمل بالظبط، بس انا بشرح لك دلوقتي وبشرح لك دلوقتي. يبقى دي توفس، دي روماتويد ولا اوستيو ولا جاوتي؟ جاوتي ارثرايتس. ثانك يو، شكرا. نشوف واحده ثانيه، ادي الثانيه. شايفين انت شفتوا كده في روماتويد؟
ولا شفته كده في اوستيو، شايفين الكوره دي دايما بيجي الاوستيو ارثرايتس في النين، الروماتويد في الهاند، وات از جاوتي ارثرايتس سايت في البيك تو، اقل مكان فيه جو رطب خالص تحت في رجلي عند صابع الرجل الكبير، والصابع يلتهب ويحمر ويحمر ويؤلم جدا، وما بيضيعش الالم الا لما اخد كولشيسين واخد فابيوريك او نيويوريك او زيلوريك، وادي كمان معاها ممكن ميزه نقول ايه، نقول عليها حاجه زي كورتيكوستيرويد يخفف الالم. يبقى دي التوفس. ايه تاني يا دكتوره؟ هي واحده كمان. خلاص انا كده خلصت الثلاثه، جوينت ديزيز، اوستيو ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس، اند لاستلي جاوتي. وات از ذا بون ديزيز؟ انا عايزه ثلاثه ديزيز مهمين قوي. اول واحد اسمه اوستيوبروزز، هشاشه العظم. عايزه افهم ايه هشاشه العظم يا دكتوره سوير؟ البون دينستي كله خف والعظم نفسه بقى واتس كول راريفايد، يعني هش جدا ما فيهوش كالسيوم. فالمنظر ده يعني العظمه هتتكسر. طب يا دكتوره سوير، لو لقيت صابع واحده ست بالمنظر ده وفاضي خالص، اقول الست دي عندها هايبر باراثايروديزم، جالها الغده الجردرقيه بتفرز جامد وخدت الكالسيوم من العظم واداته الدم، عشان كده الست دي يجي لها حصاوي في الكلى كتير ويجي لها واتس كول اوستيو بروزس. وده بتدمر بالجوينت اللي نقول عليه السرد او السكند فالانجيز بتاع الايد، وده اوستيوبروزز ديو تو هايبو باراثايرويدز، هايبر باراثايرويدز. هنا لما اشوف الاشعه دي اقول العظم هنا راريفايد قوي، العظم خفيف، العظم ما فيهوش عظم، كله فاضي، تحس ان هو هاش. يبقى الست اللي بتجيني وشاكه انها عندها هايبر باراثايرويدزم، او في سن المينوبوز سن الياس، او الست دي عندها مشاكل صحيه زي السكر وعندها مشاكل زي الكالسيوم دي او الفيتامين ديفيشنسي، او لا اعملي لي بون دينستي. يعني ايه؟ يعني كثافه عظم، الاقي العظم باللون الفاتح. تاني ديزيز في العظم اسمه اوستيومايلايتس، يعني تسوس العظم. الاوستيومايلايتس ده في منتهى الاهميه انه بيحصل في الاطفال ونكتشفه لما يكبروا. ديو تو ايه؟ ديو تو انفكشن، ممكن يكون ديو تو بكتيريميا، ديو تو كوكاس اوريس، الاقي العظمه كلها مخوخه وفيها واتس كول فتحه كبيره اسمها كل واقع. ولما العظم ده بيتبني في حتت معينه بيسمى انفولوكلوم. لو العظم اتقطع واتكسر اسمها سيكويستروم. انا شرحها. العظم اولا لما يجي السب اوستيال يحصل فيه ابسس، وبعدين سب الاوستيال اليفيشن ويتكسر ويعمل لي ساينس، والساينس يقلب في يوم من الايام يبقى كل واقع مكان سكواما سيل كارسينوما، والعظم اللي هيتكسر اسمه سيكويسترام، والعظم اللي هيتبني اسمه انفيلوكوم. لما هتيجي الشريحه هقول لك تكتب عليها ايه، بس استنى لما اخلص الشرح. ادي العظم تاني بالايه، بالايه اللارج فيو، دي كل واقع. ادي عظم ثانيه دي احيانا كده بجيبها قوي، العظم الجديد اللي مبني ده اسمه انفيكولوم، العظم اللي مخوخ ده وبقت فاتحه اسمها كل واقع. هنا بيخشوا بسرنج عشان يشدوا الصديد من جوه العظم. اوستيومايلايتس مين؟ صديد وتسوس في عظمه الانسان، بيبقى دايما في العيال اللي هم سن 15 20 سنه، ولما يكبروا يبقى العظم مخوفه، يبصوا يلعبوا كوره يحصل له باثولوجيكال فراكتشر. ثالث ديزيز اسمه بوتس. وات از ذا مينينج اوف بوتس؟ بوتس ده عالم كبير اسمه بوتس. البوتس ده اكتشف ايه؟ ان التيوبركلاس باسيلاي لها اربعه برايمري سايت، لما تخش في الدم البرايمري سايت في اللنج وفي التونسل وفي الجلد وفي الانتستين، لكن السكندري سايت كل حته في جسمي ما عدا حاجتين، التونسل والجلد. إذا اللنج ممكن تبقى سكندري والميزنتري أو الانتستين تبقى سكندري. طب راحت بقى الروتس بتاعها من البرايمري، راحت للعظم، تروح لأنهي حتة؟ ممكن تروح لللونج بون، ممكن تروح للشورت بون، ممكن تروح للفيرتبرا. لو راح للفيرتبرا تسمى بوتس ديزيز، تاخد الفيرتبرال بودي والانتر فيرتبرال ديسك والسباين، ما تسيبش حاجة، تاخد تكسرها. عشان كده الإنسان ممكن يحصل له كايفوزز، يعني التنيا يبقى اتقتل، او لوردوزز يبقى الورا، او سكليوزز عظم العظم بتاعه معوج على جنب. طب لما التيوبركلاس بصلاية تمشي وتروح للعظم، تكسر العظمه، تكسر الفرتبرا، تكسر الديسك بتاع الفرتبرا، وتطلع بره ازاكيزياس ماتيريال. يبقى الحته دي انتوا شايفينها دي
مش تيومر، مش ورم، ده كيزياس ماتيريال بتاعه التيوبركلوس باسيلاي. التيوبركلوزز كسر نفس البودي والانتر فيرتبرال ديسك. طب لما انا اجيب مانزيمر ده اقول لك ده ايه؟ تقول لي بوتس ديزيز. اقول لك قول اشاور لك على السهم ده تقول لي ايه؟ كيزياس ماتيريال. حاجه بالك اقول لك ايه الفرق بينها ديفرنشال دايجنوزز مع ايه؟ تقول لي لو واحد عنده بروستاتيك كارسينوما وراح المتاسس التيومر سيل للعظم هتاخد هتاخد البادي والسباين هتسيب الديسك. اللي هيسيب الديسك ده بون متاسس. لو انت مسكت اشعه كده وتشطرت ولقيت نفسك في الامتياز ودكتور عايز يختبرك يقول لك تفتكر دي بوتس ولا حاجه تانيه؟ هتلاقي الانتر فيرتبرال ديسك متاكل والبادي اوف ذا فيرتبرا متاكل وكل حاجه متاكله، انتر فيرتبرال انتر الديسك نفسه متاكل والبادي، تقول ده بوتس. لو ما لقيتش الديسك متاكل يبقى دي ميتاستاسيس من مالجنانت بروستات. طيب ادي منظر تاني حبيت اوريه لك، ده هنا ادي بودي انتاكت وادي بودي انتاكت وهنا متاكل كله البادي والانتر فيرتبرال دي البوتس. طب ما تورينا الحاجه المضاده يا دكتور ياسر. ادي هنا ميتاستاسيس اهو، شايف ادي 1 2 3 4 ميتاستاسيس والبودي متاكل، الانتر فيرتبرال ديسك بقى انتاكت. الانتر فيرتبرال ديسك از انتاكت سليم. يبقى انا اجيب الشريحه هوريها لك في التطبيق حالا. يبقى انا النهارده قلت ثلاثه جوينت اوستيو ارثرايتس روما، ايوه برافو، روماتويد ارثرايتس اند جاوت، وقلت ثلاثه ديزيز واحد اثنين ايوه برافو اوستيو بروزز اثنين اوستيو مايلاتس ثلاثه بوتس. تعالوا نخش بقى على ايه؟ على ادي برضه اوريك هنا الميتاستاسيس اهو والانتر فيرتبرال ديسك از انتاكت از انتاكت. هناخد بقى البون تيومر. قبل ما اوريك بس البون تيومر، في عندي حاجه اسمها اللوكالي مالجنانت تيومر. البون تيومر يا بيناين يا مالجنانت يا ان بتوين. انا شرحنا لبتوع الباثولوجي في حاجه في باثولوجي 1 ان في تيومر اسمه بيناين في تيومر اسمه مالجنانت، يعني في حميد وخبيث وفي بين البنين. في العظم حاجه اسمها بين البنين اسمها اوستيوكلاستوما جاينت سيل تيومر اوف ذا وول. معلش اسمعوني على السلامه. اول حاجه هقول لك الفرق بين الجاينت سيل وحاجه تانية من البلاد فيسلز تيومر اسمها كافيرنس هيمانجيوما. دي وحمه بتطلع يا في الجلد يا في العظم يا في الليفر وتطلع في اللسان. الوحمه دي عباره عن ورم في الاوعيه الدمويه تطلع في البون يا دكتوره. اه دي تخش مع الاوستيوكلاستوما. مين الاوستيوكلاستوما؟ ده الورم اللي بين البنين اللي هو اسمه لوكالي مالجن. حبيت اجيب لك اول واحد مش البناين ولا المالجن، حبيت اجيب لك اللوكالي مالجن. يخش لو انا جبت العظمه دي هتقول لي اثنين دولت اثنين الكلابيكال، عظمه الترقوه دي. عظمه الترقوه فيها جواها سبيس مليانه دم. دي اسمها وحمه جوه عظمه الترقوه. تخش في ديفرنشال دايجنوز مع مين؟ مع الاوستيوكلاستوما. ثبت لي دي في دماغك من فضلك، ثبتها لي يا دكتوره من فضلك. طيب طبعا احنا قعدنا نتكلم على حكايه دكتوره ومش دكتوره والاخصائي العلاج الطبيعي هيبقى دكتور، من فضلكم اللي عايز يبقى دكتور فعلا هيبقى دكتور، اللي عايز يبقى اخصائي وخلاص وياخد الخمس سنين في سنه الامتياز هيبقى وخلاص، اللي عايز يزود معلوماته ويبقى بي تي دكتور في فيزيكال ثيرابي وياخد الدي بي تي يبقى حاجه جميله جدا واتشرف بكم سواء خدته او ما خدتوش. دي برضو يا دكتوره كافيرنا سيمنجيوما لو انا شفتها وانا دكتور عظم هغلط بينها وبين الاوستيوكلاستوما. ديفرنشال دايجنوز جانسن اوعى تنساها من فضلك، اوعى تنسيها من فضلك. تعالوا ناخد البون تيومر بناين وخلي بير ان مايند اوستيوكلاستوما فيرسس كافيرنا سيمنجيوما. دي هجيبها، هجيب الحته دي وهوري لك قدام ازاي. طب مين اللي انا عايز اعرفهم في البون تيومر بناين وده على استحياء؟ كوندروما اوستيوكوندروما اوستويد اوستيوما. مين لي بقى انا عايزه اعرف الاوستيوكوندروم اللي هي دكتوره سوير تحول لملك، دي بالذات اللي في النص دي تحول لملك. نعرف بس شكل الكوندروما والاوستيود اوستيوما. دي في عندي حاجه اسمها اوستيوما بس، اوستيود اوستيوما بتبقى بينكم، الاوستيوما مش بينكم. بس انا عايزاك بس تبقى عارف تجي لك واحده تبص بالاشعه تشوف منظر الاشعه وتلاقي دواريه وفيها نقطه في النص كده تقوم اه دكتوره سوير اديتها لنا اسمها اوستيويد اوستيوما، ودي بتبقى سيفير بين ان ذا نايت وما تنامش غير بالاسترويد وممكن بالمورفين كمان. طب نشوف كوندروما، ادي كوندروما حاجه بسيطه انا بس بوريها لك
هيستولوجي دي طبعا مش عارف، دي الكوندروما هيستولوجي، ودي الكوندروما اللي هي في صوابع الايد. مش لازم اوريها لك طبعا بقى بالاكس راي، انتوا هتبقوا تشوفوها مع تطبيق ما تاخدوا البون عندكم ان شاء الله في الفيزيكال ميديسن، في الفيزيكال ثيرابي. لما تيجي تشوف اللي اقوى منها واشد، الاشد منها اسمها ايه؟ انا اسفه لان بدوس دوسه كبيره، دي بقى اسمها الاشعه، دي مهمه جدا. هتلاقي حاجه طالعه من العظمه في الفيمر كده عامله زي المشروم اللي انتوا بتاكلوه، المشروم ده ايه؟ المشروم ده نبات اسمه مشروم، العظم دخل وخرج بالحته الكارتلج كاب وجواه اوستيو تيشو، يبقى اوستيو تيشو اتغطى بكارتليجينس كاب. الكارتليجينس كاب بيقول عليها اوستيوكوندروما او اي اك او اكزو، يعني اكزوستوزيس، حاجه خرجت بره. المنظر ده اخاف منه، بيحصل 10% يقلب مالجنسي، وهوريك في التطبيق لو جاني هقول ايه عليه في الحاله الحاليه. طيب اخر واحده عندي هنا كمان الاوستيويد اوستيوما، ابص الاقي الهيد ايه، ايه اوف فيما الهيد اوف شولدر، هي الشولدر بتاعي، ودي ايه دي اهي، هي الاوستيود هيومرس، الهيومرس دي عظمه الايه؟ الايه ده، هي العظمه بتاعت الذراع، ودي هنا تحت التبيه، الاقي حته دوريه سيركم ستانسز كده، يعني سيركم ستانسز متدوره وجواها نقطه بيضه، النقطه دي سموها نيدس، نواه. النواه دي لو هي من غير النيدس دي تبقى اسمها اوستيوما، بس لو فيها النواه دي اوستيود اوستيوما. ايه الخطوره؟ عشان بجيبها لك في الام سي كيو، انها بتيجي بالليل ات نايت ويز سيفير بين. يبقى انا كده قلت الثلاثه تيومر، كل احنا ماشيين ثلاثه اهو، ثلاثه جوينت، ثلاثه ديزيز اوف بون، ثلاثه بون تيومر، كويس. وفي واحده في النص كده اسمها ايه؟ قلنا اللي بين الاثنين جاينت سيل، اللي هجيبها دلوقتي حالا اهي يا سيدي، اللي هي جاينت سيل تيومر اوستيوكلاستوما، اللي فاتت اسمها اوستيوكوندروما او اكزوستوزيس. الاوستيوكوندروما ام مشروم، الاوستيوكلاستوما اللي فيها فراغات. بص المنظر ده، ده كده عيل فيل صغير، كل دي اوستيوكلاستوما بس مش فاهمينها قوي. نبص كده يا دكتوره، نبص هنا بقى، مش في الحته بتاعت الايه الجوينت اللي قدامي ده كده، شايفين المنظر ده كلها فراغات مليانه دم. شفنا الفراغات اللي مليانه دم في ايه؟ في كافيرنس هيمنجيوما، هنا لا، الفراغات اللي مليانه دم دي هي جاينت سيل، وكل سيل اكتر من 100 نويه. المشكله دي ان العظم هنا ده بناين تيومر؟ لا. ده مالجنت تيومر؟ لا. ده لوكالي مالجنت. ليه بتقولي عليه لوكالي مالجنت؟ في كل الكرايتيريا او مالجنسي لكن ما بيوديش ميتاستاسيس. ايه كمان يا دكتوره؟ اخاف منه؟ اه، اخاف من السيلز اللي بين ال 100 واحده دول، اسمهم الاستروما سيل، ممكن تقلب لمالجنت. وانا حاولت اضغط لك دي في الامتحان وقلت لي ايه؟ تقول لي اوستيوكلاستوما. شايف ايه الاحمر ده؟ فاهم ده ايه؟ الفراغات دي تقول كافيتيز فيلد ويز بلاد، مالتيبل كافيتي فيلد ويز بلاد، تشبهك بايه؟ ديفرنشال دايجنوز مع الكافيرنا سيمانجوم. برافو عليك. ناخد اخر حته بقى اللي لم تشوف، انا بس اوري لك برضه واحده من اللي بايه. طب انت بتعرف الاوستيوكلاستوما دي؟ تعرفها من الكلافيكال؟ لو الكلافيكال دي او اي عظمه فيها كافيرنا سيمانجيوما، لو حطيت ايدك ومسكت وطقطقت رجل العيل هتلاقيها زي البيضه اللي بتكسرها، البيضه اللي اكشيل، اكشيل يعني تحط ايدك على الـ على الـ على الجوينت تلاقيه بيتكتك معاك، دي اوستيوكلاستوما، دي اللي مليانه فراغات وفيها دم. التانيه فراغات فيها دم ما فيهاش اكشيل، ماشي؟ ده للناس الشاطرين قوي زي كده. دي برضو في ايد الانسان بس مش باينه قوي، لكن كلها فراغات، دي برضو اوستيوبلاستوما في الريست اوف ذا هاند. هناخد اثنين بس في ده الواحد اللي هنقول فيه اثنين، اوستيوساركوما وكوندروساركوما. انا ما رضيتش اجيب لكم البون مارو ديزيز ولا المالتيبل مايلوما عشان هتبقى صعبه، هدخلها السنه الجايه ان شاء الله. يبقى ايه اول حاجه هاخدها؟ هاخد اثنين عندي مالجنانت تيومر، اوستيوساركوما وكوندروساركوما. الاوستيوساركوما مالها؟ دي تيومر اوف ذا اوستيويد، دي اوف كارتليجنز. الاوستيوساركوما دي بتفرق ازاي؟ ادي العظمه ما بين المتحف المنجي في طب الازهر بنات، عظمه الفيمر، والعضله دي تحتها عظمه متكسره وحصل لها اكستنشن جامد قوي وديستورشن، يعني كسرت لي العظمه، ان التيومر دخل وعمل
حاجه اسمها بريوسيال اليفيشن. والبريوسيال اليفيشن هنا شوف ده في الجي في القصر العيني، دي جارات من القصر العيني، حصل تكسير لعظمه الطفل الصغير ده، سواء هنا بريوسيال ساركوما دي او كل دي ساركوما. بص هنا واحنا بنبص هنا لقينا في بريوسيال اليفيشن، اجيب لك الرسمه دي اقول لك ايه ده، تقول لي اوستيو ساركوما، اقول لك السهم ده يشاور على ايه؟ اسمع من فضلك المحاضره، يدل على الكود مانز ترانجل. اوعى تفتكروا ان الباثولوجي عشان بيتاخد اونلاين يبقى الامور كده عندكم هلا هلا يا اخويا هلا هلا يعني، والامور تضيع في تضيع. اللي مش هيفهم الكلام ده عمره ما هيبقى شاطر في الكلينيكال اوت كام بتاعه. ادي الكلينيكال عندي لو جاني الاشعه دي اقول عليه كود مان، الراجل اللي اكتشفه. والاقي زي اشعه الشمس دي، هوريها لكم تاني في الصوره تانيه، اشعه الشمس دي عشان التيومر كسر العظم وعمل بيريوستيال رياكشن، يبقى دوت اوستيو ساركوما وسكود مان ترانجل وفيها سان ري كانها اشعه الشمس. دي رسمه تانيه، دي رسمه تانيه برضو بس مش هجيبها لانها مش واضحه قوي، لكن المنظر ده، ده السان ري لو جات لي في اشعه عمليه وهلاقي فيها فيديو اوستيال اليفيشن. اخر حاجه عندي كوندروساركوما. ليه يا دكتوره سوير عايزه تعرفي الكوندرو؟ الكوندرو بندخلهم هم والاوستيو ساركوما، دي اوستيولوجي كارتليجنس. السن مهم قوي، الاوستيو ساركوما من 20 25 15، الكوندرو في سن فوق ال 40، بنلاقي فيه لوبيوليت كارتليجنس كاب هنا بالمنظر دوت، وابتدي اقول ان ده مالجنا كارتليجنس. لو جبت الشريحه هوريك وانا جايباها، هجيب اوستيو كوندرو واقول لك من فضلك هديه مني ليك، لما هتاخدوا الورقه تعمل لها وانا بعمل لك دلوقتي اعمل لها شورت سكرين او شورت سكرين، وات از ذا ديفرنس بين اوستيو ساركوما اند كوندرو ساركوما. الانسيدنس هنا كومن، ده ليس كومن، الايدج هنا 10 ل 25، هنا اباف 35، هنا اند اوف لونج بون، هنا فلات بون، هنا الريت جروس رابيد، هنا الريت سلو. اذا ماركت انابليزيا، انابليزيا يعني مور مالجنانت، ليس ماركت، مايتوزيس فريكوانت، ليس فريكوانت، ميتاستاسيز يعني بتروح لحتت ثانيه، كومونلي هنا وايرلي، هنا ليس وليت، هنا رابيد بروجنوزيس ريت، الريت بتاعه يقول عليه ايه بروجنوزيس، يقول عليه يتقال عليه هنا يعني يقول اند يعني ممكن يكون جود بروجنوز، هنا هنا وحش باد، هنا مش بيه مش ريت اسمه باد، الار دي باد من فضلكم، وهنا بيقول عليه ان هو احسن شويه. يبقى ده انا كده خلصت ايه البون عندي، وهعمل ستوب للسكرين في دوت، وهحاول اعمل شير لسكرين تاني، بس للاسف انا مش جايباه عندي على النت دلوقتي، فانا هضطر عشان ما يحصلش لخبطه هاند دوت واعمل عليهم والحق بسرعه ازاي يجي الامتحان عشان ما يحصلش كونفلنت زي امبارح. انا هنا هستوب هنا، انا كده خلصت كل الشرح، هعمل فيديو ملحق من 10 دقائق او 5 دقائق، هاو تو ابلاي ذا براكتيكال اكزام.